قاسر يا قاسر، لا لا سايت في ايه؟ الغيب بتاعك بيتحرق. انك حرقت غيط جاسر المنزلاوي. مين بيتهمني؟ جاسر صاحب الارض. ومصلحتي ايه عشان احرق ارضي؟ اتهم منه لانه رفض يسلمها لك. ده كذاب كذاب. لكن هو شافك وانت بتجري. متاكد ان انا؟ مفيش بينه وبين حد عداوه الا انت يا بطل. لا يعني عشان في عداوه ابقى انا؟ تنكر انك رحت للعمده وهددت انك هتحرق البلد؟ حصل، بس ده كلام معلوش عقاب. ومن غيرك هيكون له مصلحه يا بطل. قلت ايه؟ لو قلت لك انا مظلوم هتصدقني؟ كنت فين ساعة ما اتحرق الغيط؟ كنت في الجامع، وشيخ الجامع يشهد بكده. خير يا بعض؟ افرج. ازاي بس تفرج عنه يا بيه؟ يا جاسر، يا جاسر ما سمتتش التهمة عليه، ثم ان شيخ الجامع شهد انه كان بيصلي معاه ساعة الحادثة، انت بنفسك قايل لي انك شفت ابو عطوه من ظهره، يعني ما انتش فاكر كان هو ولا لا. وهيكون مين غيره بس يا حضرة الضابط؟ التحقيق لسه ما انتهاش، واكيد هنوصل للمجرم الحقيقي يا جاسر. المجرم الحقيقي ما انت قبضت عليه يا بيه. يا جاسر المتهم بريء حتى تثبت ادانته. الظاهر بقى ان ده كلام بتقوله لنا بس يا حضرة الضابط عشان تلاحينا بيه، ولما جت ساعة الجد خفت انك تتهم ابو عطوه. جاسر ما اسمحلكش ابدا تقول الكلام ده، تمام ولا لا؟ مش انا اللي بقول الكلام ده، ده كل اهل البلد هي اللي بتتكلم، واهل البلد كلاتهم كمان خايفين من ابو عطوه، وبيقولوا كمان انك انت يعني ايه خايف من ابو عطوه. لكن انا ابو عطوه ده بقى ما يهمنيش ابدا، وبكره هتشوف ان جاسر ما يتاكلش حق ابدا يا حضره الضابط.